السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعملكم بعد الفاصل وما زلنا مع أسرار الرؤى ومع فضيلة الشيخ موسى الفواخري بروفيسور. أهلا بيك بعد الفاصل. احنا اتصالات على طول ما شاء الله، فيعني يعني تسمحك نفتح اتصال كده بعد الفاصل. السلام عليكم. محمد الفضالي يا فندم. ألو، قطع الاتصال. شيخنا، المريض اذا راى رؤى او راى حلم ان هو طب مثلا كده او خف، خف، اذا راى المريض انه خف من الالم اللي عنده وكان مرض مزمن فتدل على انه سيفارق الحياه، لانه شيء لا يرتجى منه شفاء الا بامر الله. فاذا رايت انه اكتمل الشفاء راى في رؤياه فتكتمل الامانه وتعود الى بارئها. ده موضوع خطير قوي ده. انا ام يوسف. السلام عليكم ام يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يوسف، اتفضل يا فندم. لو سمحت انا حلمت حلم كده، كنت عايزه حضرتك تفسرهولي. اتفضل يا فندم. حلم كنت عايزه تفسرهولي. ايه؟ لو سمحت انا حلمت امبارح ان انا قاعده في محطه الدور السوداء. طب ممكن توقف التلفزيون شويه وتعالي شويه؟ لا تقع تكون انا اتفضل. انا حسيت ان انا قاعده في عمارة الدور السابع. انا مش سامع على فكره استاذ احمد. نعم، بتقولي انا مش سامع كويس. بقول لك انا حلمت امبارح ان انا قاعده في عمارة الدور السابع حلو قوي. ان انت طالع عمارة الدور السابع. فطلعت جبت في حاجه كانت في الصباح. وبعدين الحمد لله خدتها وقعدت معايا. كنت بقول واحد عمارة. يا استاذ احمد يا ريت تاني يا ام يوسف بعد اذنك. طيب ماشي، احنا ما سمعناش، يا ريت تحاول تتصلي بينا تاني. ومعانا ام اسراء. السلام عليكم ام اسراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي نسمعك. بقول لحضرتك انا حلمت ان انا كنت في زي مستشفى كده وداخلة، بس معايا اوراق جوزي، رقم البطاقة، ورقة صورة البطاقة وورقة تانية مش عارفة فيها ايه. فرحت على اساس ان انا هجيب علاج يعني لجوزي، لقيت واحدة زميلتي اسمها هبة قاعدة على مكتب بتسجل الاسماء. فاعطيتها الورقة، فجأة لقيتها نامت، يعني نايمة على زي السرير كده. فأنا نمت جنبها، وبعدين قمت قلت لها بسرعة يعني إيه عشان أقوم أخد العلاج لجوزي وأمشي. وبعدين انقطع الاتصال. لم تكتمل الرؤية. طيب أستاذة إيمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أستاذة. كيف حالك يا بركات؟ تفضلي. ممكن أصلا عن ثلاث رؤى؟ يعني زي ما تحب يا فندم. اثنين ليا وواحدة لبنتي. تفضلي. أنا شفت أول امبارح إن زوجي تزوج عليا. تمام. مخضوضة ليك. وأنا زعلت يعني، وأخوك كبير كان زعلان خالص وبيخانق يعني. فحلمت امبارح ثاني إن أنا أخوك الكبير اللي كان بيخانقه ده، أنا بعمل له أكل حاجات كتير وقت كتير، أنا بعمل له أكل كتير وهو غير مرض وعاوز أكل يعني. بتعملي لأخو جوزك أكل؟ إيه؟ بتعملي لمين أكل؟ لأخو جوزي الكبير اللي كان زعلان من أخوه تزوج عليا أول امبارح. فامبارح كنت حرمان قاعد أعمل له أكل كتير وحاجات حلوة كتير هو وغيره زوجتي يعني. تمام. ده رؤيتين بتوع أول امبارح وامبارح. أنت بقى تقول لحضرتك على رؤيا هي. ماشي اتفضلي، خلي ماشي اتهمنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون شوية بعدين. حاضر بس. معينا من الهاتف. أنا حلمت كان في واحدة يعني معرفة ست كويسة يعني كبيرة يعني بس توفت دلوقتي. حلمت جات لي كذا مرة في الحلم يعني ثلاث أيام ورا بعض تقريبا. حلمت إن هي جايبة لي حمامة بيضة في أول مرة. ده كم سنة دي؟ انت عندك كم سنة؟ انا ثالثة ثانوي. ثالثة ثانوي. جابتها لي بس ما اتكلمتش خالص في اول يوم، يعني هي جابتها لي مبتسمة كده بس وجابتها لي. تمام.
بعد كده جت وهي قاعدة في تاني يوم في أرض خضرة كده وقالت لي أنت بتسيب الحياة منك ليه؟ قطع الاتصال. شكرا يا فندم. ناخد الرؤية اللي تطرقنا ليها برضه قبل كده النهارده. دي مرتين واحدة شافت إن جوزها متجوز عليها قبل كده. الأستاذة شافت إن جوزها متجوز عليها وأخوه بيتخانق. قلنا الزواج يدل على دنيا متعة كاملة دنيا جديدة ورزق جديد ليهم في البيت. يا ريت ان كل يوم تشوف جوزها بيتجوز عليها يبقى في ساعة من رزق. لا بيتخضر يا سيدي. حضرتك يعني فضلت الشيخ محمود انت عالم ربنا يبارك فيك شخصية محترمة ربنا يعزك وكونك ترى ان احنا قلنا كده ان متجوز عليها يبقى دنيا تانية هتدركها وعايش سعيد. طيب اخوه اللي بيخانقوا دول بينهم وبين بعض بس هي بتحط له اكل يعني بينهم وبين بعض له اشياء بينهم وبين بعض رزق يدل على الرزق بينهم وانها تضع لهم من الرزق مع انها لا تعلم. تمام يعني بتجيب لهم من الرزق يعني برضه هي تسال جوزها هتلاقي بينها وبين اخوه في رزق مشترك. طب بالنسبة للبنت اللي في ثالثة ثانوي وست كبيرة بتديها حمامة وهي تقريبا الاتصال اتقطع بس انا فهمت كده ان هي مش عايزة تاخد الحمامة. لا اصل الست الكبيرة احنا قلنا هنا دي دنيا مكتملة. طب الحمامة دي عريس مثلا؟ لا الحمامة تدل على البشرى والسلام لانها تأتي بالاخبار السارة. يعني ان شاء الله ممكن تجيب ان شاء الله ممكن تخش طب حسب بقى ما تذاكر يعني ما تقولش بقى ان الشيخ موسى قال على هوا ان انا اخش طب ومش تذاكر وما تخش. لا يبقى لازم تذاكر او تخش صيدله ان شاء الله تكون في مكان رفيع بامر الله. نسال الله ذلك باذن الله. ام يحيى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام يحيى. انا حلمت ان انا عند امي وبنت رؤيه بس من البلكونه عندها وقعت من على البلكونه وانا صورت على صور جامد قوي. بس صور. ايه ممكن حلم تاني؟ اتفضلي يا فندم. انا حلمت ان انا ولدت بنت جميله جدا. حلمت ايه؟ ورضعتها من صدر الاثنين. تمام. وانا حلمي دلوقتي. ماشي يا فندم شكرا. الرؤيه الاولى يا سيدي الرؤيه الاولى عندما ترى ان هي مثلا ليها بنت ودي بشرة ان شاء الله وتسقط من الدور الاول او الثاني زي ما تحدد. السقوط يدل على برضه التقصير ان الله قال فكانما خر من السماء فتخطفه الطير قلته به مكان صحيح فلكنها لم تصل الى هذه الدرجه لكن هناك تقصير في الفروض. وأقول لها أن لديها أيام لم تقضها في صومها منذ سنين عديدة فترجع بقى وتقضي أيام. يجوز إن هي تقضي في أي عام من الأعوام زي الصلاة. النبي قال من نسي صلاة ثم يصلي صلاة فذلك وقته. ده واحد صلي فيه علي من الجليل. اتفضل ربنا يبارك لك. الرؤية الثانية بتقول لك إن أنا حلمت إن هي بترضع بنتي جميلة جدا وهي حامل على فكرة. هي حامل ربنا يقومها بالسلامة والدنيا اللي هي بترضعها ده جزء منها لأن الإنسان لا يرضى إلا من كان هو جزء إيه من. والشق الأيمن تعطيها صديها الأيمن تدل على أنها مباركة إن شاء الله وتوصل لنا بالسلامة. يعني إن شاء الله فعلا هي هتنجب بنت جميلة وتربحها وتبقى في سعاده. وذكرت الثدي الايمن لان ذكرت الاثنين يبقى ان شاء الله هتكون في رفعه وفي حسن حصين بالله ورسوله. ماشي يا استاذه شيماء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اقول الرؤيه الثانيه لو سمحت؟ اتفضلي يا فندم بس علي صوتك شويه. ماشي. ايه انا والدتي كانت شافت رؤيه ليا يعني. انا مش سامعك على فكره. والدتي كانت شافت رؤية ليا. اتفضلي. ايوه. لقيت خيرا ان هي كانت واقفة على باب الأوضة بتاعتها وانا كنت واقفة على السرير وعمالة ابص للسقف وفرحانة.
تمام. ايه وبعدين عملت ماما عملت نبهني تقول ان بابا واقف ورايا يعني. تمام. ايه فبعدين بابا لما انا خدت هي خدت بالها بقى ان بابا انا جاي مسكني من العبايه من ورا كده وعلقني في السقف يعني. فبعدين قام جاي بابا قاعد مع ماما على الارض زي عمال تقول له حرام عليك حرام عليك. فهو بيقول لها انت عارفه انا مش عايزه اقرا الفاتحه ليه ولا اعمل الشبكه ليه بس انا عارف السبب. فهو قاعد يقول له حرام عليك احنا مش عارفين نصرخ حد. انت عندك كام سنه يا استاذه شيماء؟ 20 سنه. 20 متزوجه ولا؟ لا ده يعني كان في موضوع كده بس لسه ما كان مش خطوبه يعني. ربنا يسعدك. يا ريت ما يتمش الموضوع ده تشوف غيره. ايه؟ شوف بقول لك يا ريت الموضوع ده ما يتمش. ما يتمش؟ في مشكلة يعني ولا حاجة؟ لا يا ان شاء الله تقبلي عريس غيره بلاش العريس ده. طيب يعني ممكن في سبب او حاجة؟ حضرتك خدي التليفون من الكنترول وتابعيني هكلمك على الهاتف. طيب. الحاجة التانية بقى ان انت استعيني بالله وصلي استخارة. استخيري واستشيري. لا انا استخدت ربنا كتير قبل كده يعني بس ان شاء الله باذن الله. ماشي يا استاذه طب انا هاخد الرقم ازاي ده سمحت؟ باذن الله هتاخده من الكنترول باذن الله. ماشي السلام عليكم مع السلامه. شفنا البنت دايما يعني اذا رات انها في عرس يعني دايما البنت كده بتفرح قوي ولو انت كلمتها عن ال دايما اسمحنا احنا عندنا هنا مشكله في مصر كبيره جدا ان احنا البنت اللي وصلت 21 سنه بنقول لك خلاص بقى روحوا بقى للدجالين روحوا للمشعوذين والدجالين والحاجات الوحشه دي ونسيت ان هي تقرب من ربنا ان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل. انا عاوز حاجه من ربنا وانا قايم. انا حضرتك يا فضيله الشيخ محمود انت شخصيه جميله وانا بحبك بتقلق في اليوم كم مره تخش الحمام بالليل؟ كتير. لو احنا عملنا كده في كل انسان يعني البنت دي لها طلب عند ربنا والله ينزل في الثلث الاخير من الليل. لو قامت بالليل وهي ما فيش حد معاها ولا في نفاق تكلم ربنا وتقول له انا يا ربي حصل لي الركعتين دول علشان تبعت لي عريس كويس صدقني ومن هنا بقولها من الصح والجمال اي حاجه عايزينها من ربنا نصلي ركعتين بالليل هيدينا كل حاجه. تمام. ام احمد السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام احمد. عندي رؤيتين ممكن اقولهم. اتفضلي يا فندم. رؤيه ليا ورؤيه لبنتي. ماشي يا فندم اتفضلي. انا حلمت بان انا معايا كده مبلغ بسيط فبيضيع مني على طول. مبلغ بسيط ايه؟ مبلغ بسيط. ايوه معايا مبلغ بسيط معايا. تمام انا سمعت مبلغ بسيط. ورق ولا فضه؟ فبحلم ان هو بيضيع مني. طيب ورق ولا فضه؟ ورق تمام. وبتحلم ان هو بيضيع منك. الرؤيه الثانيه بتاعت بنتي. اتفضلي. الرؤيه الثانيه ان هي بنتي معاها طفل عنده سنتين. تمام. هي متزوجه بتحلم ان هو بيضيع منها بيتوه يعني. طيب هي متزوجه بره كده تكرر الحلم ده يطلع 10 مرات. طيب يا محمد هو بيتوه بيضيع منها عندها كام سنه البنت؟ يا محمد نعم بنتك عندها كام سنه وهي متزوجه؟ عندها كام سنه؟ 25 سنه. متزوجه. متزوجه وابن هذا طفل هذا. يعني هي بتشوف فعلا ابنها ده اللي هو ابنها اللي معاها. بيضيع منها بيتوه بره يكون في ده وتدور عليه وتبكي لحد ما بتصحى الصبح من النوم تلاقي الدموع في عينيها. مقلقه يعني تمام شكرا. ففي رؤيه ثانيه برضه حلمت ان هي معاها هي حقيقي لابسه ثلاث غوايش ففي غويشه منهم شقت كده اتكسرت بسيط فماسكه على حاجه بسيطه ما اتكسرتش قوي يعني. تمام. ده حل وصعب خلاص. طيب شكرا يا محمد. الاولى انا سالتها قلت لها الفلوس دي ورق ولا فضه؟ تمام. لانه المال مثل الاذان. الله. يؤول لقسمين قسم اللي احنا قلناه الخير والشر. الفضه احيانا تؤول بالفتنه. والولد يؤول بقسمين احيانا تؤول بالفتنه احيانا تؤول بالبشاره فبشرناه بغلام حديد
وحين تعول بالهبة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج. فأنا سألتها الفلوس اللي الآن إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أيوة الله ما شاء الله عليك فضل الشيخ. الله الله رحيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. جميل فضل الشيخ. ويدعوننا. رغم الله. طيب استأذنك أم أحمد. نكمل التفسير. ما إحنا مع بعض هنرجع لما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. تفضل يا فندم. أنا رأيت إن أنا في أوضة. وابني زي ما يكون قاعد على كنبة خلفي. وأنا واقفة في منتصف الأوضة دي. أمامي ناس أنا أعرفهم. الناس دول يعني يعرفوا واحد ممكن يشغل ابني ويجوز ابني. ابنك الوحيد ده؟ ابنك الوحيد يا محمد؟ ابني لا عندي. عندك عندي ثلاث بنات. عندي أيوة ابنك الوحيد ولد. أيوة أيوة. مين ده اللي هيشغل ابنك؟ يعني في نساء معايا في الأوضة واقفين قاعدين أمامي. ففيهم واحدة يعني ممكن تتوسط لواقف عند راجل كبير ممكن يشغل ابني يعني كده يشغله ويجوزه. ابنك عنده كم سنة؟ ابني عنده 31 سنة. 31 لسه ما اتجوزش. وهي انا بقول لها وانت رايحة انا اروح معاكي وكده فحسيت ان هي زعلت. فانا بقول لها لا ده احنا عشان نقوي موقفنا عنده لما نروح له يعني نقول له ونكلمه وكده. فلما حسيت ان هي زعلت قلت لها لا بلاش. وبعدين انا يعني قربت منها انا لابسه نظاره شمس وقربت منها ان انا ببكي بكى مش عايزه ابني يشوفني. فانا ببكي عينيا مليانه بالدموع وفي نفس الوقت قلبي محروق قوي من البكى اللي انا ببكي. سبت المكان اللي هم فيه وانتقلت المكان ثاني لقيت نفسي والدي الله يرحمه قاعد بيبكي وبيبكي بس بيبكي بكى بيبكي على بكايا انا وانا ببكي وانا شايفه وشي والدي الله يرحمه وصحيت على كده. تمام شكرا. عفوا. عندما ترى الأم اللي هي حريصة على ابنها وأنا دائما ممكن أحد المشاهدين يقول لك ليه الشيخ موسى كل شوية يسأل عن السن من السن عندنا هنا بيفرق لأن في واحدة مثلا عندها 40 سنة مش هتبقى زي اللي شفت عندها 30 متزوجة غير البنت غير كده فضلت الشيخ محمود. فهي الرؤية بتقول إيه؟ هي بتقول لك إن هي ابنها وفي ثلاث ستات قاعدين معاها وجات واحدة فيهم يعني بتقول أنا عندي حد جامد ممكن يشغله. الشغل يدل على الزواج. لماذا؟ لأن الله قال في القرآن إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم يبغون على فندق. تدل على الشغل ما يشتغل. شافت إيه تاني بتقول؟ هي بتقول لك هي خافت جدا وكانت لابسه نظاره شمس كانت بتبكي وخايفه على ابنها من الست ديت فهي بتقول لها خديني معاكي. رفضت ان هي تروح معاها. رفضت وشافت في ان هي لابسه نظاره وبتبكي وهي حريصه على مصلحه ابنها ومش محسسه ان هي جواها بركان لكن ترى البشرى الجميله وهو بكاء الوالد في الرؤيه لان البكاء يدل على الفرج. الله. ويا حبذا انك ترى الميت يبكي للحي يدل على الفرج ويخرون الاتقان يبكون يزيدهم خشوعا. ام يوسف السلام عليكم. ام يوسف طيب انقطع اتصال ام يوسف. ام ايمان السلام عليكم. ام ايمان وعليكم السلام. ممكن حضرتك نشترك؟ اتفضلي يا فندم انت مشتركة بالفعل. لو سمحت بس وطي التلفزيون شوية. انا شفت رأي وطي التلفزيون. انا شفت رأي ان يعني طالعة من البيت لابسة طقم داخلي بس كده وعمالة نجري في الشارع وما غير الناس تتفرج علي. الشغل عندهم ايه؟ جوزها شغال ايه؟ ممكن ان انا مرجوعة وحتى ان الدنيا كلها بتتفرج علي. عبد الحرام انت جوزك شغال ايه يا ام احمد؟ جوزك بيشتغل ايه؟ جوزي؟ جوزي شغال في الكهرباء. في الكهرباء. وهي شغال اي شغل ثاني؟ انت شغاله ولا ربة منزل؟ لا انا ربة منزل. ربة منزل. منين حضرتك؟ ما يعني. تمام شكرا. اتفضل. عندما ترى انها ترتدي ملابس داخليه وتسير بين الناس والناس ينظر اليها فهذه دنيا يحسدها الناس عليها. وليست بها خلل
وانا على كده سالتها جوزك شغال ايه؟ قالت لي شغال في الكهرباء، يعني شغلانه بين الناس ودي وضعه وبياخد مبلغ كبير، فالناس بتحسده، فهي شايفه ان هي ماشيه عريانه. لا يا فندم، دي حاجه مش تضرك ولا حاجه، دي تدل ان انت في حسد وفي غيره على الرزق اللي بيخش ليكي ولجوزك، والله اعلم. طيب شو بنقدر في الاستاذ وفاء؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. لو سمحت، انا حلمت، انا حلمت لينا صار معايا طبق. ايه؟ طبق بلاستيك. معاكي طبق بلاستيك؟ اه. كنت ماشي. اه. عندها بنت؟ ايوه ايوه. كنت ماشي انا وواحده في البحر دي انا وانا فاضي. اسالها كده الاول. انت مخلفه بنت يا معاكي بنت؟ وبعدين لقينا شجرة عنب، عنب أحمر. تمام. جميل. فرحنا عملنا طبق عنب. أنت مخلفة بنت؟ ده بنات كده. فالمهم إيه؟ أه معايا بنات. بنات يا فندم مش بنت واحدة. كده وضحت الرأي. اتفضلي. المهم إحنا ماشيين لقينا إيه؟ الناس بتقول شجرة العنب دي. وبس كده. وبعدين لا لنا صدر ملنا الطوى هنا ورحنا ماشيين من ايه؟ من ورا البيت. هي راحت من ورا البيت عشان نزلنا الشوفيه. وانا مشيت عدل. فهم ايه قبل ما تتزرع ندعوا عليها، قالوا انت جايبه لنا جنين عيشهم من الشجره دي، قالوا الشجره دي بتاعتنا. فراحوا مسكنا احنا الاثنين حبسنا. تمام. فالمهم حبسونا قضينا لمده الحبس. وبعدين خرجنا. قعدت كام مدة الحبس؟ قعدت كام؟ انت لما تتجوزي؟ قعدت كام في الحبس؟ مش عارفه احنا قعدنا مدة قد ايه، قعدنا انا وهي في الحبس. انت والست اللي كانت ماشيه معاك في الحبس؟ انا والست، والست انا ما اعرفهاش. اه انت ما تعرفيش الست دي؟ اه اتحبسنا انا وهي، وبعدين قعدنا مدة الحبس وخرجنا. يا راحت تتجوزي ثانويه اروح ازورها. بس على فكره. طيب هي عندها كم سنة الست ديت يا أستاذة؟ بنت يعني. أنا ما أعرفهاش. طب بنتك عندها كم سنة؟ بنتي أنا؟ أه. عندها 30 سنة. بس طيب متجوزة بنتك؟ أه متجوزة. أه تمام. شكراً. هذه الرواية تدل على أن الزوجة التي كانت تحدثنا الآن خلفتها كلها منها. العنب؟ العنب أيوه. أه. وأنا قلت لها أنت عندك بنت؟ ولذلك وانا تصرفت كده قلت لك لما اتكلمت عن انا قلت لك ده بنات مش لا بنت واحده. صحيح. ونفس البنت هتبقى زي ما عندها بنات. ربنا يبارك فيك. نعم. طيب احنا يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. وقتنا عدى فعلا بسرعه جدا جدا لان اللقاء كان شيق جدا جدا، ويا رب نكون احنا ريحنا ناس كتير قوي والناس اللي ونكون يعني عند حسن ظنكم والارتباط بربنا سبحانه وتعالى بيريح الانسان. صحيح والله الانسان يعود الى ربه، ربنا فاتح الباب، الباب الوحيد ما بيتقفلش ابدا هو باب ربنا. زي ما قال فضيله الشيخ احنا عايزين بس بالليل كده نقوم بالليل ونفتح الشباك كده ونكلم ربنا ونقول له يا رب واطلب من ربنا سبحانه وتعالى وما تيأسش، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وقال ربنا يقول حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، فدع الهم ما استطعت فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان يكفيك غدا وما يكون. شوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة مع تفسير الأحلام والرؤى وأسرار الرؤى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جل أسرار أشهد علمنا عنه.